قارم لي اسمه لجمهوره وناس بتيجي بتبقى مطمنة فيه والنوعية مختلفة، فالحقيقة احنا بنحرص ان احنا نبقى دايما موجودين فيه وربنا يكرم ان شاء الله. شركة فارس شركة مؤسسة من 17 سنة بتعمل في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات. بنشارك في الأهرام في معرض الأهرام من 3 سنوات 2015 و2016 و2017. السنة دي مشاركتنا واخدين بوث كبير جدا ومشاركين كراعي ذهبي مع الأهرام. الأهرام جهة منظمة ومنظمة في نفس الوقت. الترافيك معقول جدا بفضل الله وراغبين الشراء من المصريين بييجوا يتوافدوا يشوفوا كل الشركات اللي عارضه بحيث يشوفوا المشروعات كلها موجوده في امكان في مكان واحد بيقدر يقارن بيقدر ياخد قراره بناء على اللي بيراه. نعرف رأي حضرتك في معرض أهرام العقاري بصفة عامة الأربع سنين. السنة دي لا في تغيير يعني السنة دي الكواليتي نفسه بتاع المعرض بتاع العملاء نفسها كمان لا في ترافيك وفي لا يعني بشكل عام المعرض السنة دي أحسن كتير من السنة اللي فاتت حتى في التنظيم. Thank you.
والله هو معرض الاهرام يعني احنا واخدين دايما ان تنظيمه كويس جدا، اللي بيعمل كامبين دعايه كويسه جدا، فبيجيب لي شريحه عميل، العميل اللي انا محتاجه. فعشان كده احنا بنحاول ان احنا بنحب نشترك مع الاهرام على طول يعني.